قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. هذا إخبار عما قاله بعض أشداء الكفار. لبد في اللغة الشيء المتجمع بعضه على بعض، وقد جاء في الذكر الحكيم قول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فسرت بتفسيرين: التفسير الأول على أنه لما قام نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ربه تكالبت عليه قريش واجتمعت ترده عن دعوة الله، وهذا عندي مرجوح. والرأي الراجح: الآية تتحدث في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قالوا: معنى قول الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هؤلاء التسعة النفر من الجن الذين قال الله عنهم في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ركب بعضهم بعضا على بعضهم بعض، شيء ملبد أي شيء مجتمع بعضه على بعض. وفي الحديث: لبد رأسه، لبد رأسه وضع عليه صمغا حتى لا يتناثر. فقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي كانت الجن يركب بعضها بعضا، يعلو بعضها بعضا، تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تلاوته وقراءته عليه الصلاة والسلام.